هجوم سبراني خطير طال البنى التحتية الإيرانية الإلكترونية يوم أمس، وهذا الهجوم اعترفت به إيران بشكل رسمي، والتلفزيون الإيراني تحدث بأن هؤلاء القراصنة الذين قاموا بهذا الهجوم الإلكتروني هم استخدموا الاي بي ادرسز أو العناوين الخاصة أو عناوينهم قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكذلك هولندا، وبأن هذا الهجوم هو طال إحدى الثغرات لإحدى البرامج الموجودة في المؤسسات والمستخدمة في المواقع والمؤسسات المستهدفة، وأن الهجوم لم يطال مؤسسة أو مؤسستين، نحن نتحدث عن 100 مؤسسة حكومية وخاصة تم استهدافها من قبل هؤلاء القراصنة. والتلفزيون الإيراني أيضا أكد بأن هذا الهجوم كان مثل القنبلة الموقوتة التي انفجرت على هذه المؤسسات في وقت واحد وفي تاريخ محدد، وكان مخطط لهذا الهجوم بشكل كبير. النقطة الأساسية من هذا الأمر، ما هو الضرر بالنسبة لي؟ ما صرحت به إيران بشكل رسمي بأنها تمكنت من التصدي لهذا الهجوم، القراصنة فعلا تحصلوا على معلومات معينة، ولكن المعلومات قادمة من المواقع الخاصة بالمؤسسات فقط، أي إنهم لم يصلوا إلى البنى التحتية التي كانوا يهدفون إلى الإضرار بها وتدميرها، أو على الأقل وضع معلومات مغلوطة كما تحدثت طبعا إيران في هذه المسألة. ولكن الأمر المثير بأن طرفا آخرا ظهر وتحدث، وهو طرف معارض في إيران، ونتحدث هنا عن مجاهدي خلق. بالنسبة لمجاهدي خلق قالوا بأن هذا الهجوم هو جاء من المؤيدين أو المؤيدين لمجاهدي خلق، وأنه نجح في عملية تحقيق ضرر كبير في هذه المؤسسات التي استهدفت، وأكدت بأن 100 من هذه السيرفرات أو الخوادم لهذه المؤسسات والمواقع تم تدميرها بالكامل، تم تدمير 37 موقعا أيضا بالتمام والكمال. ونتحدث أيضا عن تدمير بحسب ما قالت طبعا منظمة مجاهدي خلق، أنهم دمروا أيضا 12 نظاما داخليا والعشرات من القواعد البيانية وكل هذه التفاصيل طبعا، وبالتالي الضرر كان كبيرا للغاية بحسب تصريحاتهم. المثير بأنهم نشروا أيضا مقطعا مصورا لهذه العملية وما قاموا به، وطبعا التصوير كان يأتي بقبل وبعد، هنا كما تلاحظون المواقع قبل وبعد، هم نشروا طبعا القادة الخاصين طبعا بمجاهدي خلق، وبعد ذلك لكل موقع، هنا موقعين هذا الذي جرى بها، وكذلك وضعوا إشارة الأكس طبعا الحمراء على المرشد الأعلى بهذا هذه الطريقة، هذا موقع للباسيج الإيراني، وطبعا أكدوا أنهم تمكنوا من تحقيق الكثير في هذه العملية، وبالتالي نحن أمام مجاهدي خلق. هذا الهجوم السبراني هو ليس هجوما سبرانيا قادما من إسرائيل بشكل مباشر، هذا واضح جدا بأنه طرف إيراني هو الذي قام بهذه العملية. ماذا عن إسرائيل؟ إسرائيل قلقة من هجمات سبرانية ممكن جدا أن تطالهم في 29 من أبريل القادم، بعد 4 أيام من اليوم كما تحدثت التايمز أوف إسرائيل، لأن هذا اليوم هو يوم القدس بالنسبة لإيران، وقالوا بمعلومات نشروها وتحدثوا عنها بهذا الشكل بأن الهجوم سيحمل هاشتاغ OP Jerusalem، وسيكون هنالك هجوما سبرانيا موسعا من قبل الإيرانيين على العمق الإسرائيلي، بالتالي نحن أمام حرب سبرانية كبيرة للغاية. ولكن في نفس الوقت إسرائيل تأخذ تحركات مثيرة للغاية ضد إيران، وهذا الرجل إيال هولاتا وهو مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تحدث موقع أكسيوس الأمريكي بأنه سيصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في الأيام القادمة من أجل لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، من أجل عقد محادثات استراتيجية بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواجهة إيران النووية القادمة، وكذلك ما ممكن أن يأتي من زعزعة، وكذلك التصرفات الإيرانية الموجودة في المنطقة. هذا هو التركيز من هذا الحوار الاستراتيجي الكبير. وقد يتساءل البعض لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تتوجه إلى حوار استراتيجي حول مسألة عدم وفشل المفاوضات النووية، هذا ما كشفته طبعا الأكسيوس الأمريكي، وقالت الآتي: بدأت إدارة بايدن مؤخرا مناقشة سيناريو لا يتم فيه إحياء الاتفاق النووي، أي فشل المفاوضات النووية. إسرائيل تضغط على الإدارة للتعاون بشأن الخطة باء في حال حدوث ذلك، والخطة باء أو بلان بي سمعنا عنها كثيرا في الأشهر الماضية، وبدأ الحديث عنها والنقاش بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منذ شهر أكتوبر الماضي، نتحدث عن عام 2021 بكل تأكيد، تحدثوا وناقشوا هذا الأمر، وهنالك غموض حول
بلان بي وما ممكن أن يحدث من هذه الخطة؟ هل هي ضربة مباشرة إلى إيران؟ هل هي عقوبات كما يحدث مع روسيا على سبيل المثال؟ هذا الأمر بكل تأكيد هو ليس واضحا حتى هذه اللحظة، وهنالك غموض نوعا ما حول هذه القضية. ولكن الأهم من هذا الأمر أن المسألة ليست فقط فيما هو يحدث في الأمور النووية، بل أن الأمور النووية طبعا هي تعتبر مهمة في ظل التخصيب العالي بنسبة 60% واحتماليات منع إيران بضربة بهجوم سبراني ممكن أن تتعرض له لتعطيل قدرتها للوصول إلى القنبلة النووية. إلا أن هنالك أمرا آخرا مهم هو التصرفات الإيرانية الموجودة في المنطقة. نتحدث عن تقرير صدر يوم أمس من معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، هو الذي أكد بأن إيران لديها تمكن كبير جدا في عمليات الصرفيات الخاصة بالجيش الإيراني. الآن بحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، أكد بأن عملية الصرفيات أو الصرف من قبل إيران على القوات الأمنية الإيرانية ازداد بنسبة 11% في عام 2021، وهذه تعتبر نسبة كبيرة للغاية. في فترة دونالد ترامب الأمور لم تكن كذلك، نتحدث عندما انسحب من الاتفاق النووي من عام 2018 وحتى عام 2020 كان هنالك انخفاضا في عملية الإكسبنديتشر والصرف على القوات الإيرانية، طبعا انخفض بنسبة 20%، وبالتالي كانت إيران لديها ضغط كبير جدا، لم تتمكن من عمليات الصرف بشكل واضح طبعا مع فترة دونالد ترامب، ولكن واضح مع فترة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمور تغيرت وارتفعت بنسبة 11%، وهذه نسبة كبيرة كما تحدثنا، لأن هنالك سببا أنها أدخلتها في قائمة الدول الأكثر في عملية الصرف والإنفاق على الجيش الإيراني، وهذا ما أكده معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، وقال هذه هي المرة الأولى منذ 20 عاما التي تصنف فيها إيران بين أكبر 15 دولة إنفاقا عسكريا. وهذا الأمر وقضية الإنفاق هي كانت واضحة منذ عام 2021، وها نحن في عام 2022 التحركات الإيرانية أصبحت كبيرة للغاية في المنطقة. عندما نتحدث عن طائرات الشحن مثلا على سبيل المثال ازدادت بشكل هائل في عام 2021 و2022، هي في تزايد مستمر. مثل هذه الطائرة قبل 48 ساعة لطائرات طبعا، وهي طائرة من خطوط قشم التابعة للحرس الثوري الإيراني، حلقت من طهران فوق الأجواء العراقية ووصلت إلى مطار دمشق. 2.5 ساعات بقيت هذه الطائرة وعادت أدراجها إلى طهران، وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة. كثيرة هي هذه رحلات الشحن التي نتحدث عنها، وهذه الطائرة تحديدا التي طبعا تم تسجيلها بحسب فلايت رادار 24 في 23 أبريل، هي طبعا دفعت إسرائيل من أجل إظهار والتحليق بهذا الشكل المكثف منذ صباح يوم أمس، وهي تحلق طبعا طائرات الاستخبار الإلكترونية الإسرائيلية التابعة إلى السرب 122 الإسرائيلي، وهي تراقب كما نلاحظ بهذا الشكل وبهذه الخطوط، تراقب بشكل مكثف دمشق، جنوب دمشق، وما ممكن وأين من الممكن أن تنتقل الشحنة التي نتحدث عنها، التي كان والمفترض أن تكون هي محمولة من ضمن هذه الطائرة التي رأيناها قبل قليل. التحليق مكثف للغاية، لا نتحدث عن طائرة واحدة فقط كما هو ظاهر بحسب التسجيلات، واضح جدا بأننا أمام 4 طائرات من طائرات الاستخبار الإلكترونية الإسرائيلية، وهي تحلق 3 من نوع النحشون شافيت وواحدة من النحشون إيتام. دائما عندما تحلق هذه الطائرات معنى ذلك بأننا أمام ممكن ضربة، وعلينا أن لا نستغرب إذا ما شهدنا هذه الضربة اليوم. وبالتالي الإنفاق واضح جدا حتى من الطائرات المسيرة والفصائل المسلحة وتمكنها في عام 2021 و2022 من الهجمات التي نتحدث عنها. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية واضح جدا بأنها بدأت تركز الآن على إيران أكثر، بدأت تدخل بمحادثات أكبر، وذلك بسبب أن الولايات المتحدة فعلا قد نجحت نوعا ما وحققت نجاحا بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إنقاذ أوكرانيا من الهجوم الكبير جدا والتدخل العسكري من روسيا. وطبعا القوات الروسية هي انسحبت من كييف كما نعلم، من تشيرنيهيف، انسحبت كذلك من سومي الموجودة بهذا الاتجاه، وهي ضاغطة على خاركيف حتى هذه اللحظة بلا سيطرة حقيقية. كذلك ماريوبول رغم كل الضغط الكبير، هذه طبعا إقليمي دونباس، ومن هنا طبعا لوغانسك ودانييتسك التي طبعا تجري فيها الكثير من المعارك الآن. ماريوبول حتى هذه اللحظة لم تتمكن القوات الروسية من السيطرة عليها، وإن مصنع
أزوفستال أصبح عصيا على القوات الروسية، وهنالك مشكلة في عمليات الإمداد وتباطؤ من القوات الروسية في السيطرة على ماريوبول، والوقت بدأ ينفذ على الروس مع العقوبات ومع الضغط العالي. كذلك التقدم الروسي على مستوى إقليم دونباس يبدو بطيئا للغاية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية سعيدة بما يجري. حتى أوديسا ليس هنالك وجودا حقيقيا وتهديدا حقيقيا من روسيا غير الضربات على هذه النقطة، وبالتالي لا زال شمال البحر الأسود تحت سيطرة طبعا أوكرانيا، وكذلك تحت أنظار الاتحاد الأوروبي وكذلك حلف الناتو، وأيضا ميكولايف لا زالت تحت السيطرة بالنسبة إلى الأوكرانيين. لذلك هذا يعتبر نجاح، ودعنا نركز على مسألة إيران لأن إيران وصلت إلى الحافة، وبالتالي لا نريد أن نخسر هذا الأمر، وبالتالي هنالك تصعيد كبير جدا واضح، وكذلك تحرك إيراني سريع من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي تحرك باتجاه اجتماع طارئ الآن طالب به اليوم من الدول الأوروبية من أجل إنقاذ ما ممكن إنقاذه من الاتفاقية والمفاوضات النووية.